مشاهدينا الاعزاء مساء الخير واهلا بكم معانا وحلقه جديده ولمتنا الحلوه. لمتنا الحلوه النهارده فيها مروه حمد لله على السلامه. يا مروه ازيك يا مها؟ وفيها نور. الحمد لله يا حبيبتي. ايه الاخبار يا مها؟ ازيك يا نور؟ اخباركم ايه؟ الحمد لله زي الفل. وحشتوني كلكم والله. كل الساده المشاهدين وحشوني جدا، بقالي اسبوعين غايبه. ايوه كفايه كده. طيب النهارده هنتكلم عن موضوع لطيف جدا، ممكن نتخانق فيه وممكن نختلف وممكن نتفق، وهو موضوع السوشيال ميديا اللي قلب حياتنا دايما هي السوشيال ميديا. تعملي ايه لو جه في وقت كده وجوزك قالك اقفلي الفيسبوك بتاعك، مفيش فيسبوك بعد كده، مفيش ماسنجر، مفيش الكلام ده، خلاص انا مش موافق عليه؟ هنساله طبعا، طبيعي ان احنا هنساله ليه معترض. انا مش بحب الرجاله اللي بيخشوا يعملوا لك كومنتس واللي بيخشوا يتعرفوا عليكي وانت بتقبلي الاصدقاء دول على اساس ايه وانت كذا وانت كذا. مروه تعملي ايه؟ انا هسمع راي بقى نور الاول وبعد كده انا هقول رايي. لا قالت اراء كتير وقالت انا ايه يعني ايه هبقى براحتي في الحلقه. ليش انا؟ ليش اللي بتبداوا بيا في الحاجات دي؟ انتوا مصرين تعملوا فيا، انا متاكده مصرين. طيب هو يعني بالنسبه لي انا برضو اول حاجه هتتقال هي ليه؟ ليه وعلشان ايه؟ الاول يعني هي لو صحي من النوم كده فجاه زي ما كنا بنتكلم في قبل الهوا، يعني لو صحي من النوم فجاه وقال لي اقفلي الفيسبوك، اول حاجه هقولها اوكي حاضر. اوكي حاضر دي عشان امتصاص الغضب. امتصاص الغضب وامتصاص حركه ما تستهونيش انا صغيره. اتمنى ان جوزي ما يبقاش بيتفرج عشان ما يعرفش الخطه، يعني يا ريت يا ريت ما يبقاش بيتفرج عشان ما يعرفش خطتي. فا اوكي حاضر وماشي ومفيش مشكله واشوف كده، بس يفطر الاول. في ايه؟ ايه اللي حصل؟ انت شفت حاجه ضايقتك؟ انا عملت حاجه ضايقتك؟ لانه انا ممكن على فكره اكون بحاسب على حاجه حد تاني عملها، يعني عندي على الاكونت كومنت جالي، مسج جات لي، حاجه كده يعني حد عمل لي مثلا لاف وهو مثلا جوزي مش بيحبه او مش مطمن له، فده ممكن يبقى سبب من الاسباب اللي هو مش انا الدافع الرئيسي للقرار ده. فانا لازم اعرف ايه السبب الاول. هو مش انت الدافع بس في الاخر هو حاجه ضايقته. اوكي ما احنا بقى نشوف. ولو كان بقى فعلا حد اللي مضايقه، ما بدل ما اقفل الفيسبوك طب ما نعمل بلوك للي مضايقه. هو جوزي ولا الحد اللي مضايق جوزي؟ اكيد جوزي. فاعمل بلوك، ادي بلوك اهو. ممكن ما يبقاش ليا اي نشاط على الفيسبوك، حاضر مش عايزني انزل صور، حاضر مش هنزل، بس ليه اتقطع عن العالم؟ ليه انفصل؟ لانه دلوقتي برضو خلينا نكون صراحه انه التواصل الاجتماعي والفيسبوك بالذات بقى هو بالنسبه لنا المنصه اللي بنعرف منها اخبار قرايبنا واخبار اصحابنا واخبار حبايبنا واخبار النجوم اللي بنحبهم وكل الحاجات دي. فطب انا ليه ما بقاش عارفه وملمه باللي حواليا واللي بيحصل حواليا علشان حد عمل حاجه او علشان حد غلط مش انا اللي غلطانه؟ بس بصي يا نور، هو في نوعين من الرجاله. في راجل يجي يقول انا مثلا شفت واحده، اي واحده في الدنيا عملت غلطه او مش عارفه عملت ايه او اتكلمت مع حد او مرات صاحبه جاي يشتكي له يقول له اسكت ده حصل كذا كذا كذا، فهو يعني نظره بيلتفت للحته دي، لا انا هروح بسرعه هخلي مثلا مراتي تقفل الفيسبوك او مثلا خطيبتي تقفل الفيسبوك عشان انا مش عايزه ترتبط او العالم اللي حواليها يبقى متفتح. دي نوعيه بتبقى دايما خايفه. في نوعيه الارتباطات الكتير قلت بتجيب مشاكل ومش عايزه عينيها تتفتح على مثلا العالم الخارجي ولا يشوف دي عملت ايه ولا نزلت ايه ولا كلوا فين. طبعا احنا عندنا نشر دايم ان احنا حياتنا كلها بتبقى على الفيسبوك. صور ولادنا، بناكل فين، مش عارفه، كل حياتنا بقت خلاص يعني عباره عن صور بتنزل. في راجل ما يحبش الست بتاعته تبقى دايما عندها بتشوف الصور دي. لا بص بقى انا مش عارفه صاحبك بيخرج مراته فين. في نوعيه من الرجاله ما بتبقاش عايزه النشر الدايم ده يلفت نظر مراته. وفي بعض الرجاله ما يبقاش عندها ثقه بيها، ثقه بنفسها، حاسه ان هي ممكن يعني ايه، عارفه يا نور لما تبقى مثلا دايما عماله تبص على اللي حواليها، عايزه تتكلم مع ده وتقول لك اصل الحياه بقت خلاص كلها ايه مفتوحه اوبن مايندد بالظبط كده. بنكلم بعض عادي. ثقافه شعبنا بتمنع ده او مجتمعنا دايما بالظبط يعني بتمنع دايما ان الراجل او الست دايما بيبقى عندها الارتباطات الزياده معها اللي هي انا ده صاحبي، ده كان زميلي زمان في المدرسه، ده كان زميلي زمان في ايه رايكم اساسا في الفكره، فكره تحكم الزوج في حاجه في حياه زوجته؟ يعني مثلا مش بس الفيسبوك، بس ممكن مثلا طريقه اللبس، ممكن مثلا الناس اللي بتخرج معاهم اصحابها، ان هو فكره ان هو يتحكم في ان انا اصاحب مين وما اصاحبش مين، ودايما هو له وجهه نظر شايفها احسن مني، هو فاهم اللي انا مش فاهماه وشايف اللي انا مش شايفاه.
فاهم قصدي؟ ودايما تتعارض مع الست في الاخر. بالظبط كده. ايه رايكم عموما في التحكم ده؟ هل هو الرجاله فعلا بتبقى عندها نظرة. القدره ولها نظره اكتر مننا ولا لا؟ العالم ما بقاش كده. لا لا، انا بشوف ان الست بيبقى لو على موضوع النظره الثاقبه وانه هتعرف ورا الشخصيه، الست مش الراجل. بالعكس الراجل بيضحك عليه كتير جدا يعني، ودي مش حاجه وحشه ولا حاجه، بس هو الراجل ما بيعرفش يركز في تفاصيل الشخصيه، يعني مش دايما بيربط اللي شايفه قدامه دلوقتي مثلا بالخبرات السابقه اللي شافها او اللسعات اللي اتلسعها قبل كده من ناس مثلا مش كويسين. فانا بشوف انه لا، الست بتبقى مركزه اكتر في الحته دي. لكن فكره انه الراجل يبقى متحكم مطلق، لا، دي مش مقبوله او مش هتبقى كويسه. لكن في تحكم بيبقى يعني موضوعي وبسيط، نقدر ان هو بيقول شويه حاجات عايزني اعملها، حاضر، وانا كمان على فكره بقول شويه حاجات عايزاه يعملها، فيبقى حاضر. لكن تحكم مطلق راجل بس اتجاه واحد ده صعب قوي. بس يعني برضو نرجع ونقول ان في ساعات بيبقى نظره من الراجل تحكم، وفي نظره بتبقى نصيحه، وحسب بقى ايه قبول الست للنصيحه دي او مثلا للانتقاد ده. انا مش عايزك تتكلمي دي، وبدون اصلا اي اسباب بتبقى مثلا ما تكلميش دي. طب ليه؟ انا عايزه اعرف ليه. لا، انت مش هتكلميها وخلاص. لكن لو نصيحه انا مش عايزه اخليك تكلميها او يعني يبقى في تواصل بينك وبين صاحبتك دي عشان كذا كذا كذا. طب لو هي قالت له انا شايفه ان صاحبك فلان الفلاني ده بيجرك لاعداد انا مش حباها، وبيجرك لشلل انا مش حاسه انهم كويسين وبتاع، يعني حاجات كده. حسب النصيحه هي بقى. تقبل بقى النصيحه دي. دي ما بتبقاش نصيحه، سيبك انت من كلمه النصيحه دي، بنضحك على بعض. هو بالظبط كده، هو مش بيبقى نكد وبعدين نكد بتنفذ من الاثنين. هل الراجل ممكن يتقبل من مراته جمله زي دي ولا لا؟ لا، دايما ما بيتقبلهاش ودايما بيعافر، بس بعد كده يعني مش برده مش بيبقى تقبل مطلق، بيبقى برده لازم يشوف حاجة يعني. برضو بيفضل معاند، لا صاحبي هو صاحبي لحد لما يشوف حاجة بعينه. واللقطة دي بقى مراته لازم تشاور له عليها، يعني بص اهو انا كلامي كان صح. فهي بتبقى باينة انها دايما بيبقى عنده اعذار يعني. مثلا لو هم خرجوا خروجة وصحابه دول جايبين ستات مش زوجاتهم يعني، فهتقوله انت ايه اللي يخرجك في خروجه زي دي؟ هيقول لها ده فلان وخطيبته، هيسميها خطيبته ساعتها. لا، لازم يوافق هنا، لازم كده في اسباب جوهريه انت قلتيها. ان هي فعلا مش عايزاه يبقى في تواجد وهو موجود. هو انا عيل صغير فيه. هو انا عيل صغير، انت هتوديني إيه؟ انت هتقولي لي اعمل ايه وما اعملش ايه، وصاحب مين وما صاحبش فين؟ جننتي ولا ايه؟ هو ليه اساسا مش واخدها معاه؟ ادام كل واحد، ادام دي مراته ودي خطيبته، وانا يعني مثلا مش مراتك او مش خطيبتك. طب مش كل خروجه مراتك بتبقى موجوده. طب استنى، احنا معانا اسماء من الاسماعيليه. الو يا اسماء. يلا يا اسماء. اهلا يا اسماء، ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا حبيبي، عامله ايه؟ قولي لي. الحمد لله. قولي لي، انت متجوزه؟ لا، مش متجوزه. لو جوزك قال لك اقفلي الفيسبوك يا اسماء، هتسمعي الكلام ولا لا؟ تقفلي خالص. لو قال لك اقفلي خالص، انا حد يقول لي اعمل كده. لا، ما انت ما تعرفيش بقى. هيجي هو كان موافق وكل حاجه، وبعدين فجاه قلب العمليه. لا، في حاجه بتضايقني، في رجاله بتخش تعلق على صورك او بتخش تقول لك كلام لطيف، انا مش عايز كده. هتعملي ايه؟ تمام. هو هيقفل بتاعه؟ ايه؟ هيقفل. والله العظيم كنت مستنيه الرد ده. نقعد مع بعض يعني. كنت مستنيه. لا، انا مش هقفل الفيسبوك بتاعي، وانت اللي هتقفلي بتاعك. طب ورقبه ازاي؟ برافو عليها، يا رد ترد جميل. دور على اي حيطه اخبط راسك فيها. يا خبر ابيض، هتعمليها خناقه يعني؟ لا، مش هعملها خناقه، بس يعني انت مش احسن مني في حاجه. هتقولي له انت مش احسن مني في حاجه. مش وجهه نظر احسن او مش احسن، بس لو هي مساله صغيره، ما هو انت زي ما بتغير عليا انا كمان بحبك وبغير عليك عارف. بصي، ذكيه برضو زي نور بالظبط. لا، كويس ان في ستات ذكيه برضو. جميل جميل جدا. انت بتقضي وقت كتير على الفيسبوك؟ لا والله، يعني انا ما اكذبش عليكي، مش هيأثر في حياتي كتير. هي بس مبدا انه ما حدش يقول لي اعملي كذا بالظبط من غير سبب وجيه. طيب يعني صاحبي كذا وما صاحبيش كذا، فلانه دي كويسه بس فلانه دي مش كويسه، ممكن تقبليها منه ولا لا؟ فكري بس كده الاول، عشان هي مش يعني هو مش قاصد يغلس عليكي. لا، هقول لك، انا هقبل اسمعها، لكن مش هقبل انها تبقى فرق. يعني هقبل انه ده يكون رايه، واللي يحاول يقنعني فيه وانا احاول اقنعه برايه. لاني I will feel the same way about his friends، لانه هو كمان ممكن صحابي يكون فيهم حد انا مش حاسه انه احسن حاجه. فبدل ما الموضوع حوار بيني وبينه، نقدر نتكلم في الموضوع منطقيا،
تمام. لكن طب لو هو شايف فيها حاجه، يعني عارفه يا اسماء، هو شايف فيها حاجه انت كصاحبه ليها وكست مش شايفاها، بس هو كراجل شايفها، ممكن تقبليها منه؟ او ممكن فعلا تبتدي تاخدي بالك علشان فعلا لو فيها العيب ده تتجنبيه؟ مش عارفه احكم ليه، علشان انا ما اتحطيتيش في الموقف يعني ده. لا مش كده، انا دايما طول حياتي بقول ان انا محظوظه بصحابي، يعني انا عندي من الناس اللي هو انا بعرف ناس كتير، لكن الصحاب بالنسبه لي 2 أو 3، والناس دي انا بعتبرهم عيلتي، والناس انا مقتنعه انهم كويسين بس. تمام بس واضح برضو ان انت ايه، يعني عندك شخصيه بس ممكن تستوعبي برضو اللي قدامك. يعني استوعب بس التحكم لا، ما حدش يتحكم فيا. صح، وده صح برضو. تمام، ميرسي جدا يا اسماء. طيب احنا هنروح لفاصل ونرجع مره تانية نكمل حواراتنا، انتظرونا بعد الفاصل. مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مره تانية، وموضوع حلقتنا النهارده لو صحيتي من النوم او جوزك جالك فجاه قال لك اقفلي الفيسبوك بتاعك، هترضي وهتوافقي ولا هتوافقي بعد مناقشه طويله؟ هنعرف بقى راي ايه. الو، ايوه مساء النور، ازيك يا ايه؟ اهلا بيكي، عامله ايه؟ انت متجوزه ولا مش متجوزه الاول؟ والله متجوزه بقى لي 4 شهور لسه وحامل. طب حلو كده قوي، عايزه اعرف رايك بقى لو جوزك جه فجاه كده قال لك اقفلي مواقع التواصل الاجتماعي عندك سواء الفيسبوك او غيره، هتوافقي ولا مش هتوافقي؟ لا، اولا انا رن عشان يعني اسالكم على حاجه. اول حاجه ان انا متجوزه بقالي 4 شهور، تمام؟ تمام. واول ما اتجوزت انا كنت في بيت بابا، انا اصلا دكتوره صيدله، تمام؟ اول ما اتجوزت ممنوع فيس، ممنوع الكلام ده، ممنوع واتساب، ممنوع صحاب. قلت اوكي زي الفل عشان انا بحب جوزي وموافقه ومقتنعه، فالفكره ان هي مش بالغصب، انا موافقه. تمام. فقلت ماشي وانا موافقه وزي الفل. بعد كده ابتدى هو يعمل فيس ويعمل واتساب وسهر طول الليل وطول النهار، وبصي براحته، فاهمه؟ يعني انت كان الموضوع ايه؟ انا معلش هسالها سؤال واحد كده، انتوا كنتوا مخطوبين قبل كده يعني ولا اتجوزتوا على طول؟ لا اتخطبنا، بس لما انا رجعت من بره مصر يعني اتخطبنا. اوكي، يعني قصدي كان في كلام قبليها يعني على ان لما نتجوز هتقفلي كل ده؟ كان في فيس وكان في واتساب وكان في كل الميديا. وهو كمان ما كانش عنده فيسبوك، ولا انت اللي اصريتي زي ما انت هتقفلي الفيسبوك بتاعك وكل المنصات اللي عندك، هو كمان هيقفل كل اللي ايوه وقلنا ان احنا خلاص نكتفي ببعض احنا الاثنين ونبقى تمام مع بعض. حلو قوي. فبعد كده غير الكلام او انشغلت، تمام؟ فقلت عادي بقى، احنا في مجتمع ذكوري وكل واحد ليه طريقه معينه، فانا قلت تمام زي الفل. فمشيت ورحت شغلي، سافرت ورجعت عشان حامل جديد وبتاع، وكنت معايا ابتدى بقى ان يبقى في ايه، مفيش ثقه، فاهمه؟ يعني مفيش ثقه خالص، انا ما عنديش ثقه في جوزي. اتفاجئتي بقى بالحاجات اللي انت بتقولي عليها؟ ازاي بقى عنده فيسبوك وبقى بيسهر؟ اتفاجئتي بالحاجات الجديده دي ازاي؟ ايوه بالليل، يعني هي طول الوقت يعني بيعاند فيا، رايح جاي بيعاند فيا، يعني بعد قصه طويله وانجازات وعملنا كتير في الخطوبه وحاجات حلوه، بعد كده خلاص كل حاجه ظهرت اشتغلت تاني. طب ليه يعني؟ هل انت عملتي حاجه ضايقتيه عشان كده ده بيردها لك، ولا هو خلاص يعني كانت فتره يعني وظهر بقى على وضعه الطبيعي؟ لا يا حبيبتي، هو بصي الحب موجود وكل حاجه موجوده، ونتخانق شويه وبعد كده نرجع تاني نتصالح ومش عارف ايه والجو اللي بيتعمل ده، وبعد كده بنرجع زي ما كنا تاني واسود وماشي على كده. طب عايزه اقول لك على حاجه يا ايه، انت بتقولي هو بيقعد ان هو يستفز فيكي ويغيظك، طب ما لو يعني حاولي انك انت تتصرفي بشكل تاني، ان انت مثلا ما تهتميش، خلاص عندك فيسبوك عندك ايوه فيسبوك، ما هو ده اللي انا بعمله. بيعمل ايه؟ بتتجاهل خالص، فاهمه؟ لما بتتجاهلي خالص بيخفوا شويه؟ هيعمل كده، بيخفوا شويه حتى، اصل واضح ان هو عندي، كل ما هتقولي له لا يخفوا. ده هو لو خفوا بيطلع يسهر طول الليل، فاهمه؟ ده لو خفوا بيطلع يسهر، فلا ما يخفوش، خليه قاعد جنبي. مش كده؟ لا عادي. بصي انا بس عايزه افهم حاجه، هو ده بيبقوا بني ادمين طبيعيين ولا هم بيتحولوا بعد الجواز؟ انت قادره يا ايه. بصي كل واحده وحظها وبختها، فانت حظك وبختك جيتك، فانت خليكي بقى اعلى. دلوقتي لما بقول حاجه بيقولوا لي ده نصيبك وانت اللي اخترتي نصيبك. بس انت دايما خليكي عاقله، طالما انت حامل وحابه منك وحابه منه كده الدنيا تمشي، ولا ايه رايك يا مها؟ انا شايفه كده، انت ايه رايك يا نور؟ انا رايي والله، بصي انا وقفت عند كلمه
هو مجتمع ذكوري، انا كاتباها حتى، هو مجتمع ذكوري وانا وافقت على كده. بس هي الكلمه دي هي المفتاح اللي بعد كده جرجر وراء اي حاجه. دلوقتي ايه بتعملها وهي مش مبسوطه، او ايه بتعملها وهي مستغربه ان جوزها بيعملها؟ لا بس انت اصلا داخله على فكره ان انت مؤمنه بان احنا مجتمع ذكوري وراضخه للفكره دي خالص. احنا الست النهارده بقت تشتغل كويسه. هو قال لها هنقفل احنا الاثنين، مش انا اللي بقرر ده نور. هو قال لها ان احنا هنقفل احنا الاثنين وهنختفي ببعض بالظبط. بس ورجع بعد كده. انا نفسي اعرف وجهه نظره كانت ايه ساعتها، ان هو كمان يوافق انه يقفل الفيسبوك بتاعه. يعني في رجال او رجال يقول لها فهمتي الفيسبوك بتاعك، بس هو ليه كمان وافق ان هم يعني يتجوزوا؟ على ايه؟ ما ده مرحله الحب الاولانيه بقى اللي هو ايه، اللي هو نعمل مع بعض واي حاجه هتبسطنا مع بعض، والمهم ان انا اقعد في صحبتك والكلمتين الحلوين اللي احنا بنحكي عليهم لوحدينا ورجع والكلام ده. ورجع هو من الجزيره وسابها هناك. يعني هو يعني سابها هي مقطوعه عن العالم وهو رجع. يعني لا انا شايفه بصراحه ان دي ما كانش ينفع بصراحه ان انت تسكتي، كان لازم تتناقشي، كان لازم تتكلمي معاه اكتر يا ايه، كان لازم في البدايه خالص فكره ان انتوا اصلا تتقطعوا عن العالم دي لازم تكوني عارفه ان انتوا مش هتقدروا تستمروا وانتوا مقطوعين عن العالم، وخصوصا هو هيبقى اول واحد عايز يرجع، لانه الفيسبوك دلوقتي بقى هو كل الحياه، بقى هو القرايب والاصحاب، وبتطمنوا على الناس اللي ما بتشوفهمش والكلام ده. فكان لازم تكوني عارفه انه هيرجع، وان الكلام ده تعملي كده قانون من الاول، هترجع هرجع، هل حاجه قايل لي عليها لا هعملها انا كمان، ادام انت يعني بعد ما اتفقنا عليها ان هي ما تتعملش فهتعملها هعملها بس وخلاص. فكان لازم يكون خايف من حته، مش خايف يعني، بس يعمل حساب حته. اه بصي 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 عشان نتكلم بواقعيه، الرجاله لا بتخاف ولا بتعمل حساب ان ده يزعلها ولا ده هيقلبها، يعني عارف ما بيعملوش الحساب للقصه دي. هو كان شايف ان هو عايز يحط قوانين من الاول، وعلشان يجيب رجلها وهي توافق فهيقول لها احنا الاثنين مع بعض مش هنعمل كده بالظبط. انا كده انا هرجع هتبقى تقولي لي القانون بقى هي بعده على خلاص بقى، ما هي متجوزه وحامل وحالتها حاله خلاص، ربنا يستر عليها ويكمل لك على كده. اقبلي سرك ان شاء الله، اقبلي اقبلي ان شاء الله بخير. وبس هو بيعاند معاكي شويه وخلاص يعني، انما هو اكيد مش قصده حاجه. بالظبط بالظبط، بتبقى مناقشه كده ازواج. وبرده انا كنت قلت حاجه في الفاصل اللي فات، انه الرجاله ممكن تكون ما بتعرفش تميز الشخصيات اللي قدامها، بس الراجل بيعرف يميز الراجل. دي حبيت بس اوضحها عشان الاخوه الرجال ما يزعلوش مني. خلونا نروح لفاصل ونرجع لكم تاني مع فقرتنا الطبيه اللي هيكون منورنا فيها ان شاء الله ضيفنا الدكتور احمد عوض الله.